FM School. ماضي 13 دقائق توا في FM أحلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كانوا يخلطوا لكم لفريكونس متاعنا ذي FM School. تجيكم كما كل نهار أحد من ماضي 3 حتى للخمسة متاع العشية. نسلم برشا على العباد اللي تابعوا فينا من خارج تونس ويسمعوا فينا على السيبور متاعنا الكل على الباج فيسبوك راديو FM والشين يوتيوب EFM TV. حلقة جديدة في الويتيب دو فينال حاضرين بحذايا اليوم معهد المنزه السادس أريانا ومعهد نهج روسيا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورتونا يا سيدي في الاستوديو ونعرش متابعين وإلا لا الفريق الأول اللي جاي صاروا تغييرات ربما في صفوف كلا الفريقين، ولكن معانا شكون باش يحكينا بأكثر تفاصيل على حياة المعهد تاريخها والإنجازات متاعها معناتها وشنو ما الأنشطة الثقافية اللي قاعدين يدوروا في المعهد. معانا سي محمد شطور، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. صحة بخير. شكرا. شكرا. الحمد لله. مرحبا. ومعنا زاد سي نور الدين مرابط نهج روسيا. انا رئيس مصلحه الانشطه الثقافيه بالمندوبيه الجهويه للتربيه تونس واحد. مرحبا بكم يا سيدي. هم الفريقين قاعدين يستناو البر باش يبداو الطرح نتاعهم، ولكن ليكم انتم الكلمه قبل. خلنا نتعرفوا اكثر على المعهد نتاع المنزه سيد ساعه مع سي محمد شطورو في دقيقتين كان النجم. شكرا. مرحبا. شكرا. معهد المنزه السادس شاركنا بعدة أنشطة أخرها عملاو في المهرجان الوطني للموسيقى حصلنا على الجائزة الثانية وعندنا عدة أنشطة معناتها أسبوعية نقوم بها سواء كانت نشاط رياضي ولا تنشيط ثقافي ونحتفل بالأيام الوطنية كما يوم الصحة يوم عالمي للصحة ومكافحة التدخين وتترى. حلو ياسر. وقدم الأنشطة إن شاء الله بالنسبة للسنة قادم الأنشطة احنا مترشحين المهرجان الموسيقى ان شاء الله مش يكون في فيفريي 24 فيفريي مش نشاركوا في المهرجان الجهوي، واذا كان ترشحنا ان شاء الله نشاركوا في المهرجان الوطني للموسيقى ان شاء الله. ان شاء الله يجيبوا طرحوا زاد اليوم ترشحوا دبي فينال في FM FM سكول. ما ننساوش المسابقة في بين المعاهد اللي نظمتها الإذاعة بتاعكم مشكورة. يعيشك. مشكور يا سيدي. سيد نور الدين مرابط رحب بك مرة أخرى. معهد نهج روسي اللي مترشح ديجا عدى طرح هايل ذكروا الفريق هاي. شكرا. أول حاجة حبيت نشكركم برشا على البرنامج هذا EFM School، واللي البرامج هذه في الحقيقة معناها عندها مدة غابت على الساحة الإعلامية والبرامج هذه هي اللي تخلينا معناها نكتشفوا المبدعين والموهوبين اللي عندنا في صفوف أبنائنا التلاميذ. في الحقيقة أنا مانيش باش نحكي لك معناها على نهج روسيا بالتحديد، باش نحكي لك على يعني المشاريع الثقافية أو الملتقيات الثقافية اللي تصير وهي معناها تخص كل المؤسسات التربوية من مدارس إعدادية ومعاهد بالنسبة للمندوبية الجهوية للتربية تونس واحد. وهذا معناها بالنسبة للمعهد نهج روسيا هو من المعاهد الناشطة الحقيقة، واللي معناها فيها يعني أنشطة وعمل ثقافي دائم وتقريبا تشارك في كل الملتقيات. الملتقيات الثقافية في كل سنة دراسية، هذه الملتقيات الثابتة اللي هي يتم برمجتها يعني من وزارة التربية، أربع ملتقيات أساسية، ثم ملتقى الإبداعات الأدبية هذا صار في شهر نوفمبر تكون فما تصفية على مستوى محلي على مستوى المؤسسة التربوية، ثم تصفية جهوية، ثم تصفية وطنية، يعني كل مندوبية تشارك بتلميذين. واضح. بالنسبة للملتقى الثاني هو ملتقى السينما والصورة أيضا يعني بنفس الطريقة. الملتقيات القادمة هي الملتقى المسرح اللي باش يكون في شهر مارس إن شاء الله بالنسبة للوطني، وبالنسبة للجهوي يعني كل مندوبية وظروفها وقتش تعمل الملتقى الجهوي، وكل مندوبية ترشح يعني فريق يمثلها في الملتقى الوطني. ثم الملتقى المسرح هذا يكون في شهر ماي نفس الشيء، يعني الوطني يكون في شهر ماي، والمندوبيات يعني ديما تكون جينيرالمون قبل بجمعة 10 أيام جمعتين. ثم أيام الفن التشكيلي أيضا هذه تظاهر ربما توقفت في السنوات الأخيرة بسبب الكورونا وغيره، لكن السنة إن شاء الله باش ترجع وباش تكون زادة نفس الشيء في شهر ماي. وعلى مستوى المندوبية كانت عندنا فكرة يعني هي بصدد الدرس
والتطوير ان شاء الله نحب نعمل ملتقى جهوي جامع لكل الانشطه الثقافيه، يعني موسيقى، مسرح، سينما، ادب. ان شاء الله نتمكنوا باش نعملوها السنه ان شاء الله. ان شاء الله يا سيدي. مشكور، يعطيك الصحه سي نور الدين مرابط رئيس مصلحه الانشطه الثقافيه. قلت لي فما متميز زاده في المعهد مش نحكيو عليه. تلميذ، هي تلميذه الحقيقه، تلميذ. ما للاسف يعني ما نجمش تحضر معنا. التلميذه هذه هي هاله بالحاج محمد. تقرا سنه ثانيه بالمعهد الرياضي بيير دي كوبرتان بالمنزه. التلميذه هذه تحصلت، هي بطلت العالم في التجديف الشاطئي اللي صارت في بريطانيا، وهي الان بصدد التحضير للمشاركه في الالعاب الاولمبيه باريس 2024. يعطيها صح سيدي ونسلموا عليها كتسمع فينا. كان ان شاء الله معناتها المره الجايه وترشحت للدومي فينال حتى تحضر معنا بالتليفون نشوفوها اش عملت في الكومبيتيسيون نتاعها، وان شاء الله بالتوفيق لها ولزملائها الكل. معنا زاده يوسف الزديري متميز على معهد المنزه السادس. مرحبا بك صاحبي. سلامة، صح بخير؟ الحمد لله. كملت بروفتك؟ كملنا. هاي يا خوي ميدان التميز بتاعك باز الموزيك، نتصور موزيك. هاي احكيوا لي، قال لي عنده انجازات وكومبوات وسيد ويصور ويكتب. والله ديرنيير مو عملنا كليب في نطاق تونيزيا 88، هذايا اسوسياسيون تبع وزاره التربيه، تطلب منا مسابقه انتاجنا الخاص، نعملوا كليب، نعملوا كومبوزيسيون، تسجيل، توسكي كليب كامل معناه. عملنا كليب، سجلنا، عندي امتي ستوديو هنا في الدار، سجلت لجميع اصحابي وصورنا كليب وخدمناه ونستنى في النتيجه. نستنى في الفيو ان شاء الله. ان شاء الله. وشنو هي التيم تاع الاغنيه؟ والله اغنيه اسمها حلم دريم، اي نحكيو على طموح وان شاء الله كان باش نكبروا ونوليو دي ميوزيسيان كبار، حاجه هكا فهمت. ان شاء الله يا سيدي، ان شاء الله ان شاء الله ترشق الحلم هذه ساعه على اليوتيوب، وان شاء الله حلمتكم انتم زاده تكملوا فيها وتوصلوا فيها افا. ها الاخر واش نسمعوك تعزف من بعد، باش تعاود ترجع انت هكا ولا إيه. مرحبا بك صديقي، تفضل. شكرا. بالنسبه للمندوبيه تريانا، كيف كيف شاركت مندوبيه تريانا في جميع المهرجانات، اخرهم المهرجان الوطني للصوره والسينما، مهرجان الابداعات الادبيه، مهرجان الموسيقى. عندنا في افريل زاد عندنا مهرجانات الابداعات التلمذيه الثقافيه والرياضيه، ومش يحتضنها معهد المنزه السادس. دونك مش ناخذوا ولايه ريانا، كل حوض مش يشارك ومش تكون مسابقات بيناتهم، مسابقات هذه ثقافيه ورياضيه في نفس الوقت. دونك باش يكون مهرجان على مده 3 ايام، دونك جمعه وسبت وحد، ونخدموها بيان سور بالنتائج وبالجوائز ان شاء الله. بشرونا بالنتائج عاد خلينا نشوفوا واش عملوا الوليدات ان شاء الله. مشكورين، يعطيكم الصحه مره اخرى سي محمد شطورو والسيد نور الدين مرابط. شويه اخر شيء وحده لي زيكيب هكا تشجعوهم من برا، شوفوا مش باش يعملوا، باش نشوف بالطبيعه عندهم شيء دير مارك يحبوا يعملوهم. نقدكم على معاهدكم ومديري المعاهد، مرحبا بكم زادت لامتك هكاك هو يلزم نحكيوا فيه الموضوع. فاصل شهري وراجعين يا فهم سكول حتى الخمسه تاع العشيه. انتم تسمعوا في اي اف ام سكول برعايه وزاره التربيه على اي اف ام احلى راديو. ماضي 3:19 دقيقه، اي اف ام احلى راديو حتى الخمسه متاع العشيه. اي اف ام سكول جاي بحذا لي دوز ايكيب، فيهم اللي حضر في المسابقه الاولى في الادوار الاولى، فيهم اللي اول مره باش نتعرف عليه. نستقبل معهد المنزه السادس واللي باش يشاركوا ليلى سجود خالد. مرحبا. مرحبا بك. صباح، صحة بخير. الحمد لله. اختاروك مرة أخرى. اختاروني. جبت روحك المرة اللي فاتت حقيقة، ما شاء الله. ليه الله خير هذا. ومعاك سي ريان، أهلا وسهلا. صباح، صحة بخير. ريان كرعاني، قدمنا نفسك. ريان كرعاني، نقرأ سي مازاسيس تخوزيام. أي. توا كنت نوصي على الكرسي. توا فلو. هاي عاد. أي. وكاو أنا جيت مثل في سي مازاسيس. في بلاست صديقي يوسف عزيزي الغالب، الله غالب مش بيه. دونك يا خويا انس تشرفت ونسلم عليه اللي ما يجيبش. ان شاء الله هات نشوف احنا ما عاد مازال شويه. شفت 50 فرنك هذا نحدوا بها الاولويه ونقصدوه طول. على يساري معهد نهج روسيا سميحه جوبي. مرحبا. مرحبا. صباح، صح بخير. ما جيتش انت ال نو سي ما بروميير فوا. سي ما بروميير فوا. فاتتك فيكتوار لالا. شكون باش تعوض انت اليوم؟ ساره. سلموا عليها ساره، كانت تسمع فينا. شبيها ساره ما جاتش؟
خد منها نفسك لل خلينا نطيروا شويه الحشمه عملك التوش لولا في التكوير عرفتها هاي تفضل سامح جبي نقرا لي سي لان جوسيا 3 سيونس ان شاء الله تعدى ميسيون بيه باذن الله بقدره ربي. معك اياد بن عمر اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا صفا صحه بخير الحمد لله صفا الحمد لله نشكره كيف الحال صفا تري بيان ريفريش على روحك مسيرش عاود عملنا تفكير صغير فكركم روحي بون دونك اياد بن عمر هاي حلو تي بريزون لا ديرنيير فوا ربحت هاي المره بيان سور سي اون ايفيدونس كان هوني ماني راني ربحت الله الله معنويات مرتفعه ها اي تفضل بابا كمل 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 شو تنفونس اي كمل كمل ويش مفونس كي الحلقه اللي فاتت بالضبط قدر ربي وشيء انك ربحت هاي سيدي مرحبا ميرسي 50 فرنك كالعاده شو على اليمين تختاروا الشيره اللي في الكتيبه ولا النومرو الكتيبه الكتيبه دونك اوتوماتيكمون النومرو سي اون ايفيدونس كيما قلت هوب الكتيبه دونك البدايه باش تكون مع المنزة السادس باش نبدا بكم في كل شيء دون الاسئله الثقافيه من 1 ل 16 كالعاده المسابقه اللي تعرفوها نورمالمون وليتو انتم عندكم الحق تشاركوا فيها زاده تذكرت الصبح كان عندك ريبونس وكذا حلو ياسر تعبنيش برشا خاطر ناوي والبيض داخلين بعضهم انا بالقريب بطبيعتي اشتر الحروف ما جبتهمش فمثالش معايا شباب ها تسمعوا في الصوت عفوا اللي تسمعوا فينا برا الغالب واحد ما استحفظش على روح من 1 ل 16 14 شفت دوب الريفليكس اما بكل واحد بلوغته 14 دونك هاي سيدي هاي اهو سؤال به باهين في الجغرافيا اي اي وانت بابا تدام ما تقعد انت حسيتكم شادين بغض على رواحكم ليه والله ليه دربي هو اليوم ولا محارة جيرين فماش حاجة هكا ولا هكا هكا هاو حاضرين للسؤال السؤال يقول ما هي أصغر دولة في آسيا من حيث عدد السكان؟ عناش الإجابة لهنا لا نعطيكم الاحتمالات البحرين وإلا سنغافورة وإلا جزر المالديف أنا هي أصغر دولة في آسيا من حيث عدد السكان من الثلاثة اللي سميتهم تو عندكم 10 ثواني تفكروا مع بعضكم تعطيوني الإجابة بالطبيعة بعد شوية رفليكسيون كي مش ياسرة خمو باينة هي راه ربي تستر هاني مانيش نعمل حتى انفلونس خاطر شوي دون لوبليغاسيون اني نعمل انفلونس أخرى من بعد كان عاونتكم في الريبونس وأنا ما يساعدنيش جزر المالديف جزر المالديف عليه جزر المالديف ماش في برشا بحر خاطر احساس في شويه يابسه تنجمش ترفع برشا عليه والله سبحان الله احاسيس ما هي اصغر دوله في اسيا من حيث عدد السكان بالنسبه لكم انتم انا هجروسي البحرين سنغافوره ولا جزر المالديف جزر المالديف جزر المالديف والاجابه صحيحه يعطيكم الصحه اولى 10 نقاط برافو ديبوان يلا عندكم انتوما من 1 ل 16 بخلاف ال 14 بالطبيعه قد ايه 12 ديكو هاي على قد قلبك يا ديكو هاي يا سيدي يا حاضر السؤال يقول حسب رايك متى الف ابو العلاء المعري رساله الغفران عندك الاجابه وقت اللي انت مكفيه بحد شيء تلقى شكون عنده الاجابه عرفت كيز البروف فهمتوا فهمنا كان انت تقعد انا مش معاهم بذكر من وراكم متى الف ابو العلاء المعري رساله الغفران عندها ريبونس دونك نعطيك انت الاحتمالات سنه 428 هجري مش حتى ميلادي سي لطفي هجري سنه 426 هجري وإلا سنة 424 هجري وقتاش ألف أبو العلاء المعري رسالة الغفران فاش قاعد يحكي سي لطفي البرة ثم ثوازيم أوبسيون ماكش قايل اه مش معايا الصوت ثم الثالثة ما قلتهاش 428 426 424 سامحوني فما اقتراح ناقصة دونك
428 هجري 426 هجري والا 424 هجري سورتو تازاخ نقول 428 هجري مشاور وخيتك ساعة قبل بيان سور اه كيف كيف مشين في اللازار بيه اعطيني الاجابه بالهجري ما انا مش متاكده خربيلي اما 426 قول هجري نعرفش بالميلادي نحول بيه شوف باش نعمل معاك حاجه هايله ياسر اعطيني ميلادي وانا تون كونفرتي لي ويسيل شنعطيك بالهجري 426 هجري بيه وانتوما قلتوا 428 هجري متى ألف أبو العلاء المعري رسالة الغفران الإجابة الصحيحة 424 هجري صفر نقطة مشيرة هذه وإلا 20 من الضفة الأخرى وقتش العشرين ها تهز يدك تعطي إجابة طلعت غلطة إلا 20 دونك إلا 10 يلا مرحبا نجموا تو تسوي ترجعوا فازتكم خاطر عنا السؤال المفاجئ تو حضرتوا كالاسئله حاضرين في التليفون تفضل لنا عندك انت تو باش تسال السؤال ومن بعد يسالوه مالو خيان هاي سؤال واضح واضح صريح ثلاثه الاحتمالات نعاودوا مره اخرى كان ما فهموش ومن بعد نعطيهم الوقت يخبر تفضل لنا نهزكم الموندو اخر تو باش نحكي لكم شويه على حاجه تبع الولي عنا ولي في أريانا اللي هو ولي سيدي عمار نصوركم تسمعوا بيها على الأقل باش تعرف سيدي عمار باش نعطيكم ثلاثة اقتراحات وتقولوني باش تعرف هل تعرف أنه شارك في الحملة الصليبية الثامنة وإلا أنه بتسامح الدين مع ديني مع اليهود قد مثلا سكنهم في الحي متاعه وإلا قربوا للدولة الحسينية سختو الحاكم وقت حسين بن علي باش معروف الولي صالح سيدي عمار تعرف تعاود تخوض بوزيسيون باللي لولا انا شارك في الحملة الصليبية الثامنة اي تسامح الديني مع اليهود واسكنهم بجوارها داخل حية والى قربه للدولة الحسينية سختو حسين بن علي هاي واحدة من ثلاثة يا بعناش يا نقمروا بالزهر والا فما شوية لوجيك في الحكاية لا لوجيك ماتيماتيك باللي فماش فما حتى لوجيك في الموضوع يا تعرف في التاريخ يا ما تعرفوش معناتها باش الإجابة تفضل سيدي هيا أيود هيا يا خو بي on va partir sur la troisième réponse parce que deux questions je joue sur un hasard absolu من قبيل او جاي نلعب في فرنسا 2 تفضل je joue sur un hasard de ميسالش ميسالش هو نهار حد بطبيعته ديكونتراكتي تفضل جاوبنا بالصحيح سينو اعطيني اجابه سيدي ثلاثه ثوازيام اي اعطيني لا غلط صالح الولي صالح سيدي عمار تعرف انه شارك ضد الحمله الصليبيه عام 1270 وثاني حاجه يعني هو مولود في القرن 13 عاش والدوله الحسينيه ظهرت من بعد باش لا يزي تفسر ولا يزي توبخ تحس انديريكتومون على الموافا هذيك على الموافا رجعت صفر نقطه انت توا خاطر رجعوا لك دي بوان دونك زيرو بوان بارتو تفضل سيدي السؤال المفاجئ عندك انت ماما ها بكل سلاسه اون ارتيكول كيما ها ثلاثه كذا احتمالات نعاودوا سؤال ومن بعد نستناو الاجابه من عندهم تفضل وقت اللي تحب توا باش نرجع بك انا لتونس ها يا سامح هاي أرجع. في أي سنة قسمت المندوبية الجهوية للتربية في تونس إلى المندوبية الجهوية للتربية في تونس واحد والمندوبية الجهوية للتربية في تونس اثنين الاقتراح الأول هو 2008 2010 2012 نعاودو مثال نعاودو سؤال مثال تو ليش شيء يمكن فيهم شيء يمكن حتى العباد تتابع فينا عودة النسوية في أي سنة أي قسمت المندوبية الجهوية للتربية بتونس المندوبية الجهوية للتربية بتونس واحد والمندوبية الجهوية للتربية بتونس اثنين 2008 2010 2012 8 10 و 12 هاي يا أخوي هاي هاي يا ريان هاي ريان وسجود عندكم شي الإجابة 2008 2008 2010 2012 قلتوا 2008
تفضل. سي لا بون ريبونس. رجعوا 10 نقاطهم. بيان جوي، يعطيكم الصحة. حلو، خذيت ريسك، جاوبت بالغلط، إلا 20 جاوبوا بالغلط وجاوبت صحيح، رجعتوا 10 نقاطكم اللي بديتوا بهم من الأول. برافو. آه يا سيدي، عاودوا رجعوا 10 بوانت مقابل 0 نقطة. تو باش تعداو المانياكو، تعرفوا المانياكو كل مرة نختاروا شخصية تاريخية مؤثرة جدا 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 تونسية، وانتوما كل مرة تحاولوا تعطيو دي بروبوزيشن، انا باش نعطي اقتراحات وشوية مؤشرات وكذا لين نطلعوا شكون الشخص. واضح؟ نبداو. المؤشر الاول اللي نجم يربحكم 10 نقاط، تولد في تازركا ولاية نابل في 28 جانفي 1911، وحرص والدو على تلقين القرآن ملي كان صغير. 28 جانفي، في كل مؤشر فما دي موكلي، خلينا نقولوا فما دي زانديس. 28 جانفي 1911، وانا مسبق لكم ليه شخصية تاريخية، قولوا تاريخية 1911، دونك براتيكمون الجينيراسيون ما عندهاش برشا. دوكو ما قربناش، ما عندناش. حبيب بورقيبة. حبيب بورقيبة، انت تعطيني الاسم وانا من بعد تحب تبدل وانتم كيف كيف. سوف كو الحاجه الوحيده اللي كان مثلا في نفس البوان اعطيته زوز الاجابه، الاجابه هي بيدها معناه اللي جاوب قبل عنده الاحقيه للنقاط، سينو وقت اللي تحبوا تبدلوا. يلا بالنسبه لمنزه سيس لحبيب بورقيبة نواصل ولا عندكم محاوله؟ به، زاول دراسته الابتدائية بالفرع الصادقي بالعاصمة سنة 1921 حتى 1926. الابتدائية متاعه قراها في الصادقية بالعاصمة عام 1921 حتى يكشي 1926. معلناش محاولة. هاي المنزه سيس، هاي نهج روسيا. نخليو المحاولة الأولى، نحتفظوا بنفس الشخصية لحبيب بورقيبة. دونك باهي، في صورة ما ماهوش لحبيب بورقيبة مرة. دخل بدات تدخل بعضها لهنا الأمور. باهي ياسر، هذاك اللي حاجتنا بيه. نتعدى دونك من غير ما نقف. سجل موضوع الدكتورة الدولة يتركب من أطروحة حول مدرسة أبي نواس الشعرية وأطروحة تكميلية حول الإيقاع في السجع العربي، نشرها بالفرنسية عام 1982 وبالعربية عام 1996. من يكون، شكون الشخصية اللي قاعدين نلوجوا فيها؟ تجم تكون باش نبدل الروجيستر جملة؟ باش نبدل. شكون؟ علي دعاج. علي دعاج، باهي. وي، نحن وقفنا في المؤشر السادس، دونك منزه سيس قلنا علي الدعاجي. معروفة الشخصية ياسر، و فما برشا بنجمش اللي باش نقول باش نوضح. دونك نكمل في الليزانديس. هاي على قليلة كحاجة موجودة. شارك بعد الاستقلال في الوفد التونسي لدى الأمم المتحدة في دورتي 56 و57، وكان عضو بمجلس الأمة البرلمان التونسي منذ سنة 1959 إلى أن انتخب رئيسا له من نوفمبر 1981 إلى نوفمبر 86. يلا نشي محاولة باش نزيد. تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ محمود أنشأ في الفترة التي قضاها وزيرا للتربية القومية نواة الجامعة التونسية منذ سنة 1960 وأصدر قانونها الأساسي. محمود الماطري. محمود الماطري، الأستاذ محمود أنشأ دونك محمود الماطري. عندكم شي محاولة؟ فما محمود بركة في البلاد؟ محمود بركة. محمود بركة. احنا نحب محمود بركة. وانتم؟ يا حاسك باش تعمل معجزة اليوم، فما إجابة باش تخرج ماهيش بالعاني ولكن في بلاصة تعلق. ناخذ في الوقت هذاك. باهي، نتقابلوا الخمسة بابا. تولى وزارة الشؤون الثقافية من 1973 إلى 1976 بعد مرحلة انتقالية قضاها وزير دولة بين 1970 و69، ومن أهم ما أنجزه في تلك الفترة تأسيسه لمجلة الحياة الثقافية التي تصدرها
منذ 1975. دي عناشي محاول التي لا سامحوني مجلة الحياة الثقافية اللي تصدرها الوزارة منذ 1975. عناشي محاول لا نكملوا محمود الماطري انتوما كمل باللوبسيون ديك. من أبرز مؤلفاته حدث أبو هريرة قال والسد ومولد النسيان. ما عادش فيها عطاو ما عادش فيها اش خليها تمناك اشكو انا مش نقعد عند تقعد عندك مش نقعد في كمل بإجابتك في إجابت بيم على راحتك. حدث أبو هريرة واش محمود الماطري بي حدث أبو هريرة قال السد ومولد النسيان. توفى المسعدي نهار 16 ديسمبر 2009 عن عمر يناهز 93 عام في مدينة المرسى. محمود المسعدي محمود المسعدي أونفان محمود المسعدي ونقطة يتيمة. وقلكم فما كان محمود الماطري في البلاد فما كان هكا وقل حدث أبو هريرة قال السد وي نقطة نقطة ربحتوا نقطة 11 11 خير من 10 شفت عطيتوا محاولة 2 3 انتوا عطيتوا محاولة برك وينكم يا سماح ما تتبعوش سماح تاخذوا عينه راهو الطفل هذا شي مرزن ظهر لي من الدار فيسعى على الإجابات يقوم الخمسة ونص ستة يتفرج في روحه وش عمل سماح ما تنخرجش في المنظومة هذه كون انت اللي القاطرة اللي تسير ويعمل هكا براسه معك هكا كذا 11 النقطة باهي لحد الآن ولا باهي بالله بالله نزيدكم مسألة ثقافية بارك نزيدكم مسألة ثقافية من 1 ل 16 6 6 نمشيو للستة سؤال رقم 6 حلو باهي جاوكم أنا نتصور حاضرين حاضرين. السؤال يقول نسيتك متى ولد فولتير الكاتب الفرنسي واحد من فلاسفة عصر الأنوار وقتاش تولد. عنديش الإجابة يا عاد قدام الدار احنا تو نلعب في التيران تاعك يا أخوي شوف طرف ذكي من يلا بش نعطي احتمالات ولا انت اعمل روحك عندك الإجابة وهزيد تنعطي الاحتمالات ونجيك كان في الاحتمالات اللي انا قلتهم ذكرتك بشيف ولا بعام هاك ربحت جاوبت غلط الا 20 هاك ولا هاك صفر انت هاك ولا هاك صفر صفر خير من 20 هم طلعوا خويا بسم الله 20 وجاوبهم به يودي انا سيغمون صفر يدي صفر سيغمون باش تخسر هاك هو حر هو حر خليه تبدل يدي خلي هو حر ما تحبوش ياخذ 10 تكت دونك ما عندكمش محاولة. 1694 1495 وإلا 1549 وقتاش تولد فولتير؟ 1694 1495 1549 عن الإجابة؟ يا شباب المنزه هيا ريان ما سمعتش صوتك ريان كان في الاوبن سبيس وينك يا باب 1549 هذيك هي اللي قالها دونك 1694 1495 1549 شوف معناتها سيلوتي كيفاش قاعد يمشكي في الارقام في الدار ها باهي سيلوتي باهي حتى يحبش يقراهم صعبت عليك بالهجري للميلاد كل شيء كل شيء باهي ياسر دونك الإجابة متاعكم 1549 ولد فولتير الكاتب الفرنسي عام 1694 إجابة خاطئة دونك صفر نقطة بالنسبة لكم شباب المنزه سيس يلا نهج روسي الرقم هاي 4 4 باقي في الأرقام أما المرة هذه أرقام متاع جغرافي خلنا نمشي للسؤال طول تفهم. السؤال يقول العالم العربي تعرفوه تعرفوه في الخريطة كي تشوفوه تعقلوه العالم العربي ولا هو مجال شاسع صحيح ولا السؤال
قديش تبلغ مساحته العالم العربي الشاسع؟ ها عندكم شي فكرة منزاسيس؟ اي هتهز في يدك ولا فما سوابع تحب تطلع وسوابع الاخرين صحيح ما تحبوش نرجعوا للماتش مو 11 انتم متورة 11 معناها هذا رايدي هما صفر دونك نعطيكم الاحتمالات 13.9 كيلومتر مربع والا 14.9 كيلومتر مربع وعلاش ليه نجم يكون 15.9 كيلومتر مربع ولكم سديد النظر بين ثلاث احتمالات هذوما شباب باي لقينا حويجه on a trouvé quelque chose ouais et c'est quoi la réponse 14.9 14.9 donc الاجابه الثانيه هكا الصوابع اللي حبوا يطلعوا من قبيل اش كانوا يحكيوا لك؟ كانوا يحكي لي 13.9 ريت كيفاه؟ الإجابة الصحيحة 13.9 صفر نقطة صفر نقطة للأسف لي نهج روسيا احنا باش نعملوا ترتيحة توا بيب صغيرة ومن بعد شي يجي رونفو يلعب لنا شوية موزيكا وكذا كيستيون دو ديتوندر ان بو الاتموسفير باش تفهمني معناها يكبس في الواحد يجاوب بالغلط ويكبس في البراسلي فاصل إشاري وراجعينا تو تسويت فهم أحلى غاديو ماضي 3:49 دقيقة رجعنا لكم من جديد يا فهم سكول حتى للخمسة متاع العشية مازالوا حاضرين بحذية معهد المنزه السادس مرحبا بكم معهد نهج روسيا نذكركم في السكور سيدي ها كان ما كمش قاعدين تسمو 11 النقطة مقابل لا شيء عسلم صفا تبدلوا لي زيكيب دخلوا انسترومونات ولا فما كوابل في الاستوديو لهنا هيا نرحب بهم من جديد اللي عنا لهنا باش يسمعونا مزيكا وباش يقراو لنا شعر والجو هذاك الكل كميل يا بيزي مرحبا بيك عايش صفا صحاب خير الحمد لله عارف بنفسك عارف بنفسك كميل كميل البيزي 17 سنة نقرا في نهج روسيا اي دوزيام سيونس دوزيام اني سيونس وجيت باش نغني مرحبا وبحذاك سي يوسف بن حاب ها هو صوت الطف الحمد لله جوز تقصر منها شويه وبر ايه عسلامه شو القادر كيفاش خطفت ولا جو مو خاطر هو عنده الكلافيي اللوطة والسيبور جي واطي شويه والبيدالات مع طرف القصر فذاك هو الكومبينيزون عطاتك هيك مرحبا سيدي عسلامه بيك عايش صباح صحاب خير الحمد لله اسمي يوسف بن حامد نقرا في معهد النهج روسيا بريمير اني مرحبا على يميني اهلا وسهلا مريم العايشي مرحبا بك صباح صحاب خير واصل ايش عليك في البيت جيت شنو قدم خاطرة حلو ياسر بحذاك سي يوسف زدير مرحبا بك مره اخرى مرحبا عسلام تعبتنا اخوي انت في كابلواتك واللومبلي نتاعك والجيتار وحب يخرج كاليتي نظيفه عندك الحق لا عندك حق في الدراسة كيف تحب تخرج حاجة نظيفة بالله نبدأ بكم انتم على خاطر نهج روسيا في البيلوفاس ربحوهما دونك البداية باش تكون ديما مش لك الدرجة مش لك الدرجة والجين كيما وصيتك نسمعوا الخاطرة ساعة مع مريم العايشي ومن بعد نجيو للفن تفضل للوقت اللي تحب صرخة أم شهيد والله شهيد بعين باكية وقلب من حديد حقك يبني عند الله أمانة وموعدنا يوم القيامة جاهد في صمت رهيب لا يعرفه أحد لا من بعيد ولا من قريب بعقله وعلمه خطط لضرب العدو العنيد جسمه وقلبه هنا وعقله يفكر في فلسطين وروحه في القدس تحوم وتحوم بدون علم جاء اليوم الموعود اليوم الذي قرروا فيه اغتيال المرحوم ومحمد يفكر في تحرير الفردوس المفقود لكن اغتالته يد الغدر يد مرتعشة في وضح النهار في عقل داره بعد جوسسة وترصد دام 6 أشهر أم وزوجة رغم الوجع والألم والدمع يذرف الخد وينهمر تزغرد وتولول وتقول شهيد عند الله شهيد عشت سعيدا يا محمد ومت شهيدا فأنت أسعد السعداء مقامك نزل الشهداء
فأنت يا ولدي هدية مني لفلسطين، هدية من تونس الخضراء، فأنت أعز من دمنا وأغلى وهبة من رب السماء. أما العدو العنيد فمكانه في نار جهنم، ليست له لا مبادئ ولا قيم، يدخلون ديار الناس بدون استئذان ولا سلام، هذا خزي عليهم وعار. يا ولدي نم مطمئنا في دار الخلود، فأنت وأمثالك عند الله أحياء ترزقون، فالحق لأهله سيعود ما دام رب السماوات والأرض موجود. اختالوك اختالوك لأنك عالم من العلماء، ترصدك العدو الجبان يقال له المصاد، إنه بمرض الغدر مصاب، جزاؤه في الدنيا والآخرة عذاب، جاء متستر بجنسية الألمان، إنه يفتقد الشهامة، جبان جبان والله جبان وليس من الشجعان. وقرروا تصفيتك قبل الأوان، لكن لا تفرح كثيرا، فلنا من محمد الكثير والعديد، سوف تلاحقكم طائرات الأبابيل وغواصات الشهيد، وسيزهق الباطل ويحق الحق، لأن الحق حق واليقين يقين. وليكن في علمكم بأن نهايتكم عن قريب، مهما طال الزمن أو قصر، فكم أنت ظالم يا عنيد. وفي يوم ما سيعيد التاريخ نفسه، وسيأتيكم صلاح الدين من جديد، لتحرير القدس وكامل فلسطين. رجل شهم عربي أصيل، حلمه يسترجع القدس، الفردوس المفقود. برافو، يعطيك الصحة مريم العيشي. 10 نقاط، 21 بالنسبة لنهج روسيا، 0 نقاط بالنسبة سامحوني المنزل سيس، 21 نهج روسيا مازالوا ماركيو حتى بوا. يلا خلنا نسمع توا شوية موزيكا. للا كاميليا، شو تسمع؟ Another Love متاع توموديل. تفضل وقت اللي تحب. هاي باباي، هاي يوسف. ميسيرش يا يوسف، ميسيرش ميسيرش نورمال. Better sing them all to know.
برافو برافو برافو. نسيت لي اونتين وانتم الليسي نسيت هذاك الكل وعندكم 10 نقاط وشويه 10 نقاط ان غران غران برافو كاميليا البيزي يوسف بن حامد برافو صديق يعطيك الصحه. هاي صفا تعديت الامور شويه تراك من الاول ومن بعد صفا باش نسمعوك وحدك من بعد في العزف وكذلك صديقنا يوسف الزديري وباش تخلط شويه اخر زاده ميسا العبيدي معنا الاخبار قبل ومن بعد راجعين شباب يسالش ما هو جات بالضبط يلا نعملوا ترتيحه وراجعين في FM سكول حتى الخمسه بتاع العشيه توت سويت.